شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة يا زيزو. الله يسلمك. كده ليه يا ابني؟ وبعدين التليفون المحمول بتاعك ده ما بيردش ليه؟ يا ماما أنا كنت في حتة ما فيهاش شبكة بقى. مالها أشجان؟ مالك؟ جدي فضل مات. لا إله إلا الله. الله يرحمه. الله يرحمه. الراجل طيب بس شديد. طب وأنتوا عرفتوا إزاي؟ عمتك اتصلت باخوك وبلغ باية في حياتك يا حياتك البقى يا عم. طب وانت بتعيطي انت كمان ليه؟ مش ده اللي طرد ابوها زمان وحبس انفاسك هنا؟ بس الطفل ما يطلعش من اللحم، بعدين الواحد من غير ناس واهله يبقى يتيم. دي عندك حق. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ اما نروح نعزي ده واجب، بعدين الناس دي برضك فضلهم علينا واقفين جنبنا وجدعان. ربنا يخليك ليا يا ابني. ايه تصلي على النبي كده عشان اللي في بطنك حتى، بس انت في موضوع العياط ده بتتوصي ما بتصدقي. بس ليك مبسوطة عشان راح تشوف امك؟ بس يا حبيبتي. ايوه عمتي. انا عبد العزيز. انا عبد العزيز يا عمتي. لفيت الشبكه. ايوه عمتي. بقى في حياتك طول العمر ليك يا عمتي. بقى صلي على النبي. انتوا دفنتوا؟ لا اله الا الله. ده انا كنت مسافر والله ولسه جاي حالي. لا جايين طبعا. الله جايين على طول جايين. بقول لك اجيب امي معايا ولا في مشاكل؟ ربنا يخليك. الله يبارك لك. ماشي يا عمتي. نعم قاعدين اهم يعيطوا، قاعدين مهريين من الصبح، عاملين كده محزنه هنا على الضهر. بأمر الله. ماشي. صلي على النبي بقى. لا اله الا الله. ماشي يا عمي. ماشي. هسد الطريق ان شاء الله. يلا مجهزوا بقى عشان خاطر نخلص ونروح نوصل. لا اله الا الله. طب لما الراجل رقد تعبان كده يا عم مش تكلموني برضه؟ ده كان نفسي احب على ايده قبل ما يموت. والله ما طول يا ابو عزيز، يوم بليله وراح. الله يرحمك يا ابو فضل. اهو راجد في حضن ولده عبد الرحيم اللي قطعه سنين وكان محرم دفنته هنا. ربنا يرحم الجميع. انا ما انساش جدي فضل لما حكم تجيب المأذون قبل ما يدفن ابويا. جدك كان قلبه قاسي لكن حجاني. اللي هيشتغل شغلانته دي وما يكونش قلبه حجر هيتاكل واكل يا ولد اخوي. شغلانه يا عمي؟ العيشه هني كلها عايزه ابو قلب واعر لك اللي يعرف يعيش. المهم جدك قبل ما يموت بساعه قسم الورث واحنا رضينا باللي قاله، والجرشنات جاهزه تاخدها معاه، واذا حبيت تبيع حقك في الطين والنخيل بنشتروه منك. جرشنات يا عمي وطين ايه؟ واحنا في بيننا وبين بعض الكلام ده برضه؟ لساك معيش تاخد جرشنات تدخلها في تجارتك؟ يا عم ما قلت لك خير ربنا كتير. بس الجرشنات اللي هنا ياما واحنا ما نعرفوش نعملوا بها حاجه، وخصوصا بعد ما جدك مراح وانت عندك تجاره تحب السيوله. سيبوه براحته وادوا له حقه، واذا اختكم نتيبه حبت تدي اشجان حقها في حياتها يبقى ياخده معاها. فهم الولد بالراحه عشان يرتاح. دلوقتي نشرب الشاي ونقول كل حاجه على بلاطه. انا برضه وانا برضه احب كل حاجه تبقى على بلاطه. ايوه بس خلي بالك دي مش زي اي حاجه. الحمد لله يا رب. كملي واكلك عاد. والله شبعت يا حاج. دايما عامل بحس كده وبحس اخواتك الرجاله. ربنا يكرم قصرك يا مرت الغالي. ربنا يخليك. بالراحة يا أشجان عشان اللي بطنك يا بنتي. خفيف يا مطلعي. واه هي بنتي حبلي؟ ادعي لها ادعي لها يا حاجة. ادعي لها ربنا يكمل لها على خير إن شاء الله ويحقق حلمي يا رب. يحقق حلمي. نفسي نفسي كده ربنا يكرمنا.
لعبد الرحيم الصغير. ايوه بس كيف يعني؟ ما تستغربيش، والله شايفاه في المنام وانا واقفه قدام الكعبه وهو على حجر كده بيضحك، تقوليش بدر منور. عملتولها عمليه اياك؟ لا عمليه ولا حاجه، العمل عمل ربنا، وربك لما يريد يحج. ونعم بالله، يبقى جوزك الاولاني هو اللي ما كانش. والاولاني ولا حديث مالوش عازه يا امه، كنا حبله وخلاص زي ما ربنا اراد الحمد لله. ونعم بالله يا بنتي، بس انتي كبيره على الحبل والولاده. يوه ما فيش حاجه كبيره على ربنا يا حاجه، ما بقول لك ربك لما يريد. يسمع من بوجك ربنا. قولي لي بنتي، مليحه معاكي؟ بتسمع الكلام ولا لا؟ يا سلام، اشجان طيبه وبنت حلال وشايلانه فوق راسها، ربنا يكرمنا بيها. اساليها هي لا تكون حد مقصر معاها ولا حاجه. مبسوطه مع مرت خالك؟ مالك يما، لما جدي فضل اتجوزني عبد العزيز بالقوه كانه رماني في الجنه، ما جيتش من ساعتها غير النهارده. اصيله يا اشجان وبنت اصول، ربنا يكملك بعقلك يا بنتي. وما عسبيش الجنه وتجي تقعدي مع امك اسبوع ولا تنين. اسالي جوزي زي ما يقول يكون. لا، اللي تقول عليه الحاجه راتيبه يمشي على الكل. وانتي حبلي في شهرك الكام؟ تالت. قول يا رب. يا رب يا رب يا بنتي. يا رب. يا نهار اخضر، حاطين الفلوس دي كلها في بطن الكربه ومش خايفين؟ ومين اللي يستجري يجرب من الدار يا عبد العزيز؟ الولد ما نعرفش مين جرابه يا وهدان. لا عارف، بس صرفتوني ورفعت راسي في الشارع. لو حد ضايقك تاني قول ومالكش صالح. هي اشجان ما قالتلكش حاجه؟ لا قالت، قالت كل خير، بس يعني هي ما جابتش سيره فلوس ولا شغل، دول ملايين. والكلبتين اللي قدامك دول كمان. وانتوا ناويين تدوني انهي كنبه بقى بالصلاه على النبي؟ والله بدينا نعطيك التلات كنبات. وانا شايل. احنا ما بنهزروش في الحديد ده. هو لا مؤاخذه يعني، جدي كان بيشتغل في ايه بقى؟ جدك فضل كان ليه في كل حاجه. ولما قلنا لك خد القرشينات ما كناش هنجاملوك ولا نستجدعوا معاك. والنهارده انت اللي هتقف جنب ناسك. وانا رقبتي سداده. بوك الوحيد اللي اتعلم فينا، عشان كده كان نافر من شغلنا. وهو ده اللي كان مزعل جدك فضل منه. كان عاوز يقدم كفنه بيده لناس بيزحمونا في تجارتنا. اللي هي ايه بقى؟ اي حاجة تجي على بالك تجيب فلوس. جمد قلبك يا ولد اخوي، لسه ما جاش وقت الخوف. وانا قلبي جامد وزي الحديد. انت مش هتقول انك مشغل اخوك في بنك؟ خلاص اتشطر ودخلهم، بس تسأله الاول قبل ما تعمل اي حاجة. هو بصراحة ربنا عامل مبلغ كبير ومحتاج يعني ياخد وقته قبل ما ينزل السوق. واحنا وياه مش بتقول ان حداك اوراق استيراد وتصدير؟ عندي دي سكة مليحة قوي، بس حرص يا ولد اخوي، في ناس حوالينا ودوا فلوسهم بنوك الحكومة ما طلعوش منها لحد دلوقتي. مفهوم مفهوم. وانا بقى بالصلاة على النبي كده نصيبي لوحده يطلع كام؟ حوالي نص مليون اخضر، ده غير الطين والنخل والمواشي. هتبيع ولا تسيبهم ونجيب لك ريحهم؟ لا يا عمي خليهم كده بريحهم، تجيب واحد برضو. عاجل عاجل يا ولد اخوي وشاري ناسك. اللي بتعملوه معايا يا عمي واللي عملته اشجان يخلينا اشتري التراب اللي بتمشوا عليه. احنا ما بنبيعوش لحمنا يا ولد اخوي. قوم قوم نام وربنا يسويها مع طلوع النهار. اه ربنا هيسويها وتفرج وتبقى عالي العال بامر الله ان شاء الله.
فهمت حاجة؟ مش قوي. باختصار كده موضوع الأرض بتاعتك وبتاع روان خلص خلاص. خلص إزاي يا باشا؟ تصدق بقى يا زيزو أنت كان عندك بعد نظر. يعني لما الرأي العام سكت والجرايد بطلت ونسيت الموضوع ده من 6 أشهر التخصيصات نزلت رسمي وبأمر محكمة كمان. والله يا باشا ما عارف أقول لك إيه، ده أنا كنت بدفع الفلوس دي وإيدي على قلبي. وأنا متشكر لك يا زيزو، مش هنسالك الجميل ده أبداً. متشكر ليه أنا؟ على إيه؟ لا ما هو أنت لما جيت تدفع لي نصيبي تدفع لي فلوس يعني أنت ما كنتش واثق في المشروع من الأول، بس أنا كنت متأكد إن أنت بتعمل كده عشان تنقذ حملتي الانتخابية. هو ده بقى الجميل اللي مش هنساوي لك أبداً يا باشا. يا باشا ده الخبر اللي أنت سمعته لي ده هو الجميل الأصلي. خلاص يا بطل، دلوقتي بقى تقدر تروح تكمل تشطيبات وتدهن وممكن تعمل نشاط كمان. بص أنت لو عايز تبيع أنا ممكن أجيب لك سعر حلو جداً. دي روان هتفرح بالموضوع ده جامد. روان روان بقى تلحقها يا ما تلحقهاش؟ ليه يا باشا خير مالها؟ روح زورها يا زيزو. هكلمها وازورها بس اعرف بس مالها يا باشا. لا ما هي مش هتعرف ترد عليك، بس انا هطلع لك تصريح عشان تروح تزورها. تصريح؟ تعال يا روان. دمك ربع ساعة. ايه اللي حصل؟ كان عندي مديونيات كتير وانت طنشت وقعدت تقولي استني شويه استني شويه، ما انت مش عارف تلم عليا اصحاب المديونيات والبنوك وخدوا عليا حكم. مش بقولك شويه حراميه؟ كام طيب طلعت من هنا؟ ايه ده انت ناوي تبقش عليا ولا تعمل نمر الجدعنه؟ ما شاء الله لغتك اتحسنت قوي من القعده في السجن. أبقشش عليكي وديكي على قفاكي كمان، المهم تخرجي. أنا مش عايز أشوف منظرك كده. أنت حبيتني ولا إيه؟ وأنا حمار عشان أحب واحدة رد سجون زيك. رد سجون إيه؟ على فكرة الزنزانة بتاعتي بعد ما أخرج هتبقى مزار سياحي، وتفضل بقى امشي من هنا، كفاية فرج عليا لغاية كده. يا بنت قولي كام الله، بس خليكي حنينة، قولي الحد الأدنى، مش أنت تروحي تتدبسي وأنا أعد. ما أنا يا زيزو مش عايزة ورطك معايا. كفايه ورطتك معايا في القار. يا ست انا بقى بسطات في المايه العكر، انا مش جاي انقذك ولا حاجه. مش انت لسه شريكتي؟ خلاص هدفع لك الفلوس ونفض الشراكه. هو انت عارف اصلا تتصرف في نصيبك اللي انت اشتريته عشان تحط عليه نصيب انا كمان؟ يعني امشي؟ انت حر. سلام. استنى. 2.5 مليون. كم؟ 2.5 مليون. وانا دفعت وبأمر اللي لما تخرجي ورجلك تشيلك أنا تحت أمرك. يا سلام، ده أقل من نصيبي بكتير طبعا. يا ستي ما القرية كلها تحت أمرك، ابقي شرفينا أنت والحاج اعملوا عندنا ديوز. أي نعم أنت انتهازي وبتستغل مواقف، بس بحبك يا زيزو. مشيها صحوبية أحسن. آه من الحق، ابعتيلي واحد بتثقي فيه معاه توكيل منك يمضي مكانك ويقفش الفلوس، بس يجي يوردها هنا. ها سلام يا سوابق. ما تقولي بس ايه اللي مضايقك؟ الواد جالك يمكن 6 مرات وانت برضه رافض، والشارع كله راكب فاترين محمود. الا انا يا امدي، الا انا، وللواد ده بالذات برضه لا. طب ايه اللي مزعلك؟ مخبي عليا ايه؟ قولي. لو كان راجل بصحيح كان عارف ان فيه كبير لازم يعتذر منه ويتحقله، لكن للأسف هيفضل عيل وهيصغرني معاه. يا معلم افهم بقى، العيال دي زمن غير زماننا احنا خالص. ولا انت نسيت زمان كان اللي يقب بدماغه كده نسحله ونسحل ابوه وكل عيلته واللي وراه كلهم، لكن العيال دي لا، العيال دي حاسه ان هي عملت نفسها وملهاش كبير زارع شتواني، رغم ان هم خارجين من تحت ترسنا، لكن انسى مش كده. بقول لك يا حاج، احنا ما نقاوحش بقى ونمشي مع الموجه. بص المعرض عامل ازاي بذمتك؟ ده منظر. صدقني صدقني لازم نجيب فاترينه محمول نحطها. مش هيحصل يا نديل. طب لا مؤاخذه يا حاج، يعني وانا عارف ان انت ما بترفضليش طلب، يعني حاجه ليا بقى، انا عايز اجيب فاترينه محمول احطها عندك في المعرض. انت بتضحك عليا يا نديل؟ مش هتاخد البضاعه اللي انت واخدها منه تحطها عندي؟ روح قول للواطي ولا بلاش. الواطي مين يا حاج؟
يعني هيكون من غير. روح قول له روح لعمك الشرشابي اعتذر له واطلب منه السماح. ماشي، عايز تشغلني مرسال بينك وبينه؟ ماشي، عشان انت حبيبي بس. عطية بعد عليها في المعرض. لا يا حاج. عطية مش هيعد عليك في المعرض يا مدير، وأرجوك سيبنا نتصرف زي ما احنا عايزين. ماشي يا حاج، ماشي، مع السلامة. من غير مؤاخذة كده يا حاج، أنا عايز أعرف بس حضرتك مش موافق ليه إن احنا نشتغل في المحمود؟ ده الشارع كله يا حاج ساب الأجهزة الكهربائية ونقل على المحمود، ده هوجة وهات بتاع الشارع. حلو يا عطية، روح لقنديل ولا وزيزو اشتغل معاهم، هنا لا. لا يا حاج أنا ما أقصدش الكلام ده، أنا بس بتكلم في المصلحة يعني. مصلحة؟ روح أنت عطية. ماشي يا حاج. ليك يا اقعد يا سناء. عايزه كام يا سناء؟ مش عايزه فلوس يابا، عايزه رضاك. لو كان يهمك رضايا ما كنتش عملت اللي عملته. سيبك مني، انا امي فوق عيانه ما بتخفش، عيانه من يوم ما طلقتها. طب اطلع بص عليها، دي مستنياك من يوم ما شهور العدة خلصت عشان خاطر يابا. مش لما نكتب عليك انت الاول؟ يابا بقولك امي عيانة. لو كان ينفع كنت اتبريت منكم، لكن هعمل ايه؟ لحم لحم وقاعدين على كتافي، لحم وصاب الخطر، هعمل ايه؟ اتبرى منه ما ينفعش. ربنا يريحني منكم ولا يريحكم مني عشان اخلص. شفت اخوك الفلاح بعت لي ايه؟ صوره، صوره مع الهانم بدل ما يبعت لنا فلوس نسدد الدين اللي علينا. تلاقيها هلا هي اللي بعتاهم عشان تقولنا يعني ان احنا كنا غلطانين لما رفضنا الجواز. يا بنتي كلمي في التليفون او ابعتي له حتى جواب، قولي له يبعت لنا الفلوس حتى لو بالقسط. حاضر يا بابا، انا هكلمه. بس انا بقى يعني جايلك النهارده عشان اقول لك خبر هيفرحك قوي. انا في خبر واحد بس اللي عايز اسمعه، هو ده اللي طمني عليك، نفسي اسمعه. ما هو ده الخبر اللي انا جاي اقوله لك. ايه ده؟ حصل؟ حصل يا بابا، وانا لسه جايه من عند الدكتور وقال لي ده عبت الشرشابه هتتجنن. بقول لك ايه، هو جوزك كان معاكي؟ لا ما كانش معايا، انا هطلع البيت دلوقتي استنيه عشان اقوله. ربنا يسعدك يا بنتي. ادعي لي بقى يا بابا، فاضل لي 9 اشهر ما تبطلش فيهم دعاء. حاضر، بس انا والله طول عمري بدعي لك يا ابني، والله العظيم بدعي لك ان شاء الله هتجيبي الحاج لطفي الصغير. لا لا أو تجيبي الشرشابي لحسن، ايه يزعل مننا. ربنا هيكرمك ان شاء الله يا بنتي. ان شاء الله يا بابا. يلا مع السلامه. مع السلامه يا حبيبتي، مع السلامه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يا ريت التليفونات مخطوطه. يلا يا سيدي اتفضل، نيجي على وصل الامانه وبصوت. عمد على ايه الكرواته دي بقى؟ لا يا عم احنا مش لازم يعني ناخد وصل عماله منك بالفلوس اللي احنا سلمناها لك ولا ايه يا بركه؟ ادي النصاحه والحلاوه دي، بسم الله ما شاء الله اتغيرنا كده واتنطقنا وبقينا فلة. انت مش بتستلم وصل الامانه بتاعك بتاع البضاعه اللي انت سلمت ثمنها؟ اه صحيح. انا بس موضوع وصل الامانه والشيك والبصمه دي حاجه كده مش حاجه مش حلوه يعني، انا حاسس ان انا واقف في اسمي يعني بتفايش يا عم ايهاب. وبعدين الحركه دي مش شيك. مش شيك؟ بسم الله ما شاء الله احنا اختلفنا خلاص، قميص هواي وكردانك يا رشا ودلع دلع خلاص، عملنا فلوس بعد العصير والتنشيف والتبليل. ما هو لازم يا باشا، لازم دي لازم تتوجد الثقه ما بين الزبون والبياع. وبعدين انت ما كنتش كده يا عم اياد، ايه اللي حصل لك؟ انتوا اللي غيرتونا بقى. بعدين افتح بقى الراجل عامل لنا مصلحه بناكل منها. السلام عليكم يا مصطفى. احنا هنا دي وجايين يا معلم. عمر عمر يا بركه، جبت الخطوط؟ جبت الخطوط وورطت تمن القديم، بس انا عايز بقى اطلب منك طلب. عايزين نعيد كل حاجه في الدفاتر اول باول عشان نسلم حساباتنا مظبوطه للمحاسب القانوني ونخلص خالص من حوار الضرايب ده. خد 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 هنا، تعالى انت اللي معادك هنا، روح اقف في المحل الجديد. يلا يلا اتكل على الله. خد ياك تعالى اتكل على الله، انت لسه هتقول اتكل على الله. انت بتقلشني ليه بس؟ وقت بتكلم معايا يا عم، مش وقت، وعندنا شغل مهم بقى عشان نخلص بس كده. يا عم وليد ما تعاملني حلو يا عم، ده احنا واكلين عيش مع بعض. حاضر، المحل الجديد اللي هناك ده شايفه؟
احنا فتحنا محل جديد. تخيل. روحوا قصي بقى. يلا يلا اتكل على الله. اتكل. ماشي. بقول لك ايه؟ عايزين نعمل ريفريش للايميل ونشوف الناس دي بعتت الايميل ولا لا، لان كده اتاخر معايا 3 ايام. شفت بقى شفت بقى ان انا كان معايا حق لما قلت لكم ان الناس القديمه سالكين عن الناس دول ومحترمين في مواعيدهم. ايوه بس كده سعرهم احسن. بقول لك ايه، احنا عايزين نسخه ويندوز شرعيه، لان بتوع المصنفات دول ممكن عاملين مشكله. يقول لك كلمت مكتب زيدان الدوري، كانوا دلوقتي اخذوا الكمبيوتر بالشغل اللي عليه. ما تقلقش هشوف انا على الموضوع ده. قول لي بس احنا عندنا هنا بضاعه كافي كام يوم؟ 3 ايام. اصل اخوك يا سيدي بقى بياخد نص البضاعه يبيعها نص جمله للست اسمها روان دي. انا كلمته على فكره وقال لي ان هو جاي الليله دي، بس انت برضه ما قلتليش يعني ايه رايك في شغل زيزو اللي داخل فيه بتاع السياحه والجو اللي هو عايش فيه ده. انا بيني وبينك كده مش مستريح، حاسس انها مش نظيفه. لا بس كان شكلها نظيف والله. يا عم انا مش بتكلم على روان، انا بتكلم على المصلحه. المصلحه دي شكلها شمال. والله انا اتكلمت مع اخوك وقلت له وجهه نظري، ما رضيش يسمعني. اخوك اتغير بشكل واضح، وبعدين بقى بيعتبر سبوبه المحمول دي على الهامش. بيني وبينك يا عياد، انا خايف على زيزو قوي. الناس اللي هو شغال معاهم دول اللي يخش جواهم بيشيلوه على كفوف الراحه، بس طول ما هو قادر يشيل، لكن اول ما بيقع محدش هيسامي عليه. خلاص، ما هو مجلس الشعب بقى بيعتبر دلوقتي صمام امان عشان يمرروا القوانين اللي هم عايزينها. خليهم يغرقوا البلد. بيني وبينك يا عياد، انا ما بقتش احب افكر في الاوضاع دي، لاني لما بفكر بتخنق قوي وبخاف على البلد قوي. لا بقول لك ايه، خاف على شغلنا الاول. روح على البترين لم القرشين اللي باعوا بيهم، عايزين نخلص اللي ورانا. ده انت كده بقى ناوي تشغلني عندك سكرتيره. طب ايه رايك بقى ان سيادتك من النهارده المدير المالي والاداري والتنفيذي للقريه المتواضعه دي؟ يا سلام. شوفي لك بقى اي صوت يعجبك يبقى مقر اقامه دايما. زيزو ما تعصبنيش، انا ماليش اصلا في المنفى ده، شوف لك حد غيري يا اخي. واحنا بنهزر. الله. وبعدين انا ما ثقش في حد غيرك يا روان يدور القريه دي. يا ريس مين يعرف يدورها غير روان؟ يعتبر وضع مؤقت. خلاص بقى يا روان هانم، باشا حلف. خلاص ايه بس يا زيدان بيه؟ يا ستي كلها اسبوع، ونروح نقابل سياده المحافظ نخلص الموضوع اللي احنا بدأناه معاه. بالمناسبه يا زيزو، انا عايز تاخد بالك كويس جدا من الراجل ده. الراجل ده وعدني انه هيسلك لنا شويه اراضي حلوين، ممكن يدينا حته على البحر. يعني لازم تاخد بالك كويس جدا. تجمع بقى أكتر عدد من السيولة ممكنة في الفترة قصيرة جدا دي، عشان لما الإجراءات تبتدي تبقى أنت جاهز. والله يا باشا الراجل ده مخلص. كل الوطن يا زيزو. باشا لما الحق موضوع الحزب الوطني اللي حضرتك كان عايزنا أبقى عضو أمانته، إيه نظامه ده؟ أنت فاكرني بهزر، الكارنيه بيجهز ديجا يا زيزو. الكارنيه بيجهز ديجا؟ بيخلصوه يعني. يعني إيه يا باشا بيجهز ديجا؟ يعني الكارنيه بيجهز يا زيزو، ما انت كل شويه. بص عيبك انك فاكر كل حاجه بتيجي بالصدفه وبحسن النيه. لا طبعا، ما هو زيدان بايده في كل حاجه. طيب شوف لنا بقى عربيه توصلني المطار. ميرسي قوي. وانا هانم اتس بليجر. ثانك يو. السلام عليكم قدام الشيخ سنه باشا. طيب يا زيزو استنى هنا، انا عايزاك. انا مسكرتيره اهلك عشان تورطني الورطه ديت، انا هاكلها بمزاجي لمده اسبوع واحد بس. يا بنت افهمي، احنا هنبقى شركه في كل حاجه. انا عايزك تركزي بقى عشان لما تدوري المصلحه تعوضي على اقل مصاريفنا. لا يا حبيبي انا ماليش دعوه خالص بالمكاسب بتاعتك ولا خسايرك. انت ليك اسبوع عندي تجيلي ومعاك المأذون. ليه؟ ليه؟ عشان نتجوز. نتجوز مين؟ تتجوزني. احنا كده كويسين يا روان، كده 100 زي الفل. من حق، عايزك تبقي شديده شويه مع العمال هنا لحسن ياكلوكي. باي باي على تليفون. ماشي يا زيزو، هشوف اخرتها معاك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انت لابسة كده ليه؟ عاملة لك مفاجأة. مفاجأة ايه؟ مش هينفع كده وانت واقف. تعالى. انا عايز الحق الشغل، عايز الحق انام شوية. انت لسه جاي من الشغل هتنزل تاني؟ انت عارفة مواعيدنا. مش جديدة يعني، تليفوني يجيبني وتليفوني يوديني. ايوه بس انا مش هقدر اقول لك المفاجأة وانت مكشر كده. اتفضلي. في ايه؟ الخبر اللي نفسك تسمعه من زمان. لا هو؟ خمن كده، ايه اكتر حاجة نفسك اقولها لك من اول ما اتجوزنا؟ اتكشفتي؟ انا حامل. حامل؟ ايوه، مالك اتخضيت كده ليه؟
حامل يعني لازم تجهز نفسك بقى ان هيبقى في زن كتير في البيت وهيبقى في دوشه وهيبقى في كل ربع ساعه غيار و... ها يعني ما ينفعش التكشيره دي تفضل موجوده على طول. ايه يا عصام مالك شكلك يعني مش مبسوط؟ لا لا ايه انت عامل كده ليه؟ تمام انا تمام يعني لا ابتسمت ولا فرحت ولا حسيت حتى ان انت يعني مش عارفه وانا عامله بقى في نفسي العمايل ولابسه وعامله لك مفاجاه يعني ورحت مديني الوش الغريب ده. لبنى مبروك يا حبيبتي الف مبروك. الله يبارك فيكي. تعالي بقى شوفي ابنك اللي قاعد لي مبوز فوق ده. مبوز ده احلى خبر يسمعه راجل متجوز في حياته. تلاقيه بيتدلع عليه. شفتي اهو متنح كده من اول ما قلت له. كلهم بيتنحوا كده لما بيسمعوا الخبر ده. امال هتعمل ايه لما يشرف يا ابو العيال ويديك بالشلوت وياخد حضن امه وحبيبته. شوفي بقى يا ست الستات انا كلمت لكم مفتوح علشان تيجي تقعد معاكي هنا ابتداء من بكره. مين مفتوح دي؟ دي اللي هتعمل كل شغل البيت وانت بقى تقعدي قدام التلفزيون تاكلي وتشربي لحد ما تقومي بالسلام. مش للدرجات دي يعني الحركه برك. يا عم ما تروق بقى وقول لمراتك مبروك. ما كنتش عايزه كلمني ما كنتش عايزه. انا هقوم انام. سيبك منه هاتي انت بس نص دسته وسيبيهم عندي اربيهم. انا في ديك الساعه لما اشيل ولاد عاصم. بصي بقى يا لبنى يا حبيبتي انا عايزاك من هنا ورايح تعرفي ان انت بتاكلي النفرين يعني لازم تتغذي كويس. تشيلي حاجه تقيله لا. تتشعبطي ولا تقعي ولا تقومي تجيبي حاجه عاليه برضو لا. وعايزاك يا حبيبتي بقى حكايه الشغل دي تنسيها خالص لحد ما تولدي وتقومي بالسلام. اتفقنا يا ام عمر؟ حلو اسم عمر. مال ده اسم جده عمر عاصم عمر الشرشابي. بتعملي ايه يا بنتي يا اشجان؟ مفيش حاجه وانا خايفه بهدمتين غسلتهم وهنشرهم عشان ينشفوا لحد الصبح ان شاء الله. عنهم ما اتنشروا ولا اتغسلوا من اصل. انت يا بنت مش خايفه؟ ده انت على اخرك القرن يطش. قرنيه يطش يا مال خال. لا مفيش حاجه. هاتي هاتي بس هاتي انشرهم انا وخش نام بتدي ضهرك كده. ضهري ايه اللي بيجي زي الفطيره ده من النوم؟ هاتي يا مال خالي وشوفي مين اللي على الباب. يلا يفتح عليكي. الحمد لله على سلامتك يا ابني. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا امه. الله يسلمك. ايه الغيبه الطويله دي؟ الله انت عايزين نازل جنب كده على طول يا امه. وليد هنا ولا بره؟ وليد اخويا قاعد على الترترليت ده. على ايه؟ الترترليت اللي جوه ده. يا امه اسمه الانترنت. الانترنت يا اخويا الانترنت الانترنت. فين اشجان امه؟ اهي صممت تغسل النهارده وهي على اخرها وهي في البلكونه بتنشر الغسيل يا ابني. والله قلت لها لا انشرهم انا. طب خلي بقى شوفي زوري ابنك. ليش مجيب يا ابني؟ ليه بس يا اخويا ده كتير؟ اه يا انا من اللي احبه يا انا ناس تنام الليل وانا سهرانه عندي جنينه تطرح الورق الاخضر طرحت بشايل وانت جاي بتتمخطر انا جاي عندك اشبكك يا الاسمر شبك الغرام والقلب ولع يا انا اه يا انا يا انا فزعتني. ايه شفت عفريت يعني؟ لا ازاي انت زي القمر منور كمان. وحشتيني. انت كمان وحشتني. بجد؟ جد وحشتك قوي يعني؟ قوي. ما نجيب حضن بقى. كل خلقات مية هبهدل لك البدلة. فداكي 1500 بدلة يا غالي يا أم الغالي. جد يا عبد العزيز ولدي غالي عندك؟ لا أمال إيه؟ هو يعني ولدك لوحدك ولد أنا كمان. يلا بقى الجدعاني عشان تخلفي لنا واد كده شبهك. لا أنا عايزة شبهك أنت. رخص
بقى معقول يسيب الحلاوه دي كلها ويطلع شبه انا؟ ده هو يبقى واد خايب. عموما الناس هتسال صاحب الشقه. اساله. واد يا عبد الرحيم، عايز تطلع شبه مين يا واد؟ مين؟ يا نهار ابيض، ده بيقول شبه امي. الواد ده مجنون ولا ايه؟ حقك عليا، حقك عليا يا اشجان. ليه بتقول كده؟ حاسس اني عرفت قيمتك متاخر، متاخر قوي كمان. لا ما تتغرش في نفسك قوي كده، انت كمان بتموتي فيا. بص يعني هتتجنني كده عليا. وليه؟ وايه كمان؟ قديمه. ليه؟ انا دوايا في ايدك يا سناء، وانت دواكي في ايد بخيل لا راضي يرحمك ولا صعبان علي حالك. معلش يما، بس وحياتك عندي ما هسيبه غير لما يركع على رجلي ويطلب مني السماح يما. ما حصلتش قبل كده عشان اصدقك يا سناء. يا بنتي كل حاجه في الدنيا ممكن تيجي بالخناق، الا الجواز لازم يجي بالاتفاق. هنقول ايه؟ ربنا يصلح الحال ويقرب البعيد يا رب. نامي يما، نامي وارتاحي، واذا كان على دواكي حدويكي وحتقومي بالسلامه ان شاء الله. يا رب. ليه ياض؟ مش قدها ولا منشبهش؟ ازاي بقى، ده انت قدها ونص. بس امك مش هترضى تسيب الشقه دي مهما عملت. لا ما احنا هنقول لها ان احنا هنسيب الشقه كده متحف مزار سياحي في قد المنطقه. يعني انت خلاص خلصت في الشقه الثانيه دي اشتريتها؟ خلصت وفرشت كمان. ايه ده ايه ده، وانا اخر من يعلم؟ ده انت اول من يعلم. انا جاي اقول لك اهو، ده انت ليك اوضه وامك ليها اوضه وانا واشجان لينا اوضه، ده غير شيبسن بقى حاجه تشرح. يا عيني. بقول لك يا زيزو، انت خلاص قررت تعيش مع اشجان؟ يعني صرفت نظر عن موضوع الجواز ده ولا ايه؟ طب انا بقى هرضى ذمتك، انا لو لفيت الدنيا دي كلها انا اجدع واحن من اشجان. بصراحه استحاله. طيب اديك قلتها. قول لي انت بقى عملت ايه مع البنت يالا اللي انت شورت لي عليها في البنك؟ هي اسمها ايه من الحق؟ نسمة. يا عيني عليك يا ابو الانسام، ظبطت نفسك معاها ولا عشق الجسد فاني؟ ازاي بس، ده حتى المثل بيقول ما شابه اخاه. انا اتكلمت معاها في كل حاجه وهي فتحت امها، بس احنا يعني مأجلين الموضوع شوية عشان هي لسه في سنة أولى وبتدرس. وماله؟ ما تخلص وتاخد شهادتها وهي في بيتك. متقلقش عليا، بس قول لي أنت بقى عامل إيه في شغلك؟ عشان أنا بصراحة قلقان عليك. لا لا سيبك أنت من شغل وخليك في نفسك وبس. بقول لك إيه بقى؟ ما تسيبك من دور الأبوة اللي أنت عايش فيه ده. إيه مش لايق عليا يا واد؟ إزاي بس، ده لايق ونص. كفاية إن أنت مكفينا، خلينا مش عايزين أي حاجة. بس أنا بصراحة بقى قلقان عليك من الجماعه بتوع الحزب دول. ومالهم بقى بتوع الحزب؟ ما ناس زي الفل ومموتين روحهم عشان يخدموا البلد دي. ده حتى انا اكتشفت ان الدوري باشا عامل كارنيه كده في حاجه اسمها امانه التنظيم. مش في كده برضه؟ ده في كده واوسخ من كده كمان.